قال رحمه الله: وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هلة، وتكره مداومته عليهما. نعم، قراءة سورة الكهف مستحبة في كل جمعة، في كل جمعة يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف، ولكن الكلام بين أهل العلم هل المقصود بالجمعة يوم الجمعة أو مقصود بالجمعة هو الأسبوع؟ واضح؟ لأن الأسبوع يسمى جمعة، أسبوع يسمى جمعة، فبعض أهل العلم قال يقرأها كل أسبوع سورة الكهف، فإذا لم يقرأها يوم الجمعة، بعض الناس ماذا يفعل؟ إذا فاتت يوم الجمعة قام يتحسر، قال فاتتني الكهف وكذا، لا اقرأها السبت، اقرأها الأحد، اقرأها الاثنين، ما في مشكلة. أو إذا عندك شغل أو ناسي أو تخاف قرأتها الخميس ما يضر قبل الجمعة. المهم أن تقرأ سورة الكهف كل أسبوع، هذا الأهم، أن تقرأ سورة الكهف كل أسبوع. لو قرأتها يوم الجمعة طيب، لو قرأتها غير الجمعة ما يضر إن شاء الله تعالى، يعني غير يوم الجمعة، وإنما تقرأها في الأسبوع مرة طيب جداً.